السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم أنا آسف لأني سحبت أسبوعين، تعرفون كتير، ممكن 14 يوم صرت بسحب لأنه كتير تعب اليوتيوب وبتعبني. يعني أسبوعين أنا عم منتج فيديو، اللي هو كتير فيديوهات أنا منتجها، صار لي أسبوع هيك عشان أنزلكم إياها جديد. فيعني شوي آسفين عشان قطعتكم. تتذكروا انتوا عش النمل اللي سوينا من بحث عن ملكة النمل؟ المتابعين قديم بيعرفوا. فشوف طلعوا هذا نفس العش، صح؟ بتعرفوا هذا هو العش، فيه نمل وهربوا النمل. طبعا اللي مصورته هربوا، وكمان صاروا كتير ببيتنا هلا منتشرين. وجبنا طبعا مي مسافة عشان نقتلهم بالهي، انتقام على عشهم من موت عشهم. ها شوفوا نقتلهم. كل مكان شوفوا شوفوا، نصهم راحوا نصهم راحوا، وان شاء الله الملكة تموت. اذا الملكة ماتت كلهم بيموتوا. شوفوا شوفوا لسه هلا عنا. طبعا اليوم كثير حنعمل اشياء بهذا الفيديو. هلا راجع بدي اعبي هاي المي اللي خلصت ما فيها صار، حابيها وارجع لكم. عبينا طلعوا عبينا، خلنا نقتلهم هلا. كلهم راحوا كلهم ما صار باقي ولا زبله بالعش في هون باقي. حرجع كمان مره اعيد، هلا حفرجيكم شلون اعبيها. مشكلة من واحد بس يمسك الفيديو. سواء عندي واحد يمسك لي احضر. نحطه هون ما حد يشوفني. ليه بتعمل هيك؟ شو سوولي هن أصلاً؟ تعرف شو سويت؟ أنتوا بس عم جمعهن 15 دقيقة، ولا أنتوا روحوا شوفوا كم الدقايق؟ أكثر من 15 دقيقة، لأنه أنا أصلاً قبل الفيديو كنت عم حاول، بعدين فكرت
خل اعمل فيديو. كنت عم حاول قبل الفيديو وهي الفكرة مين سواها بالعالم؟ حكولي انتو فكرة جبتها من مخي سويت يعني. صرت عب الفيديو كان ما منتج فيه يعني كتير لانه ما كان فيه يعني اخطاء كتير يعني منتج الفيديو. طبعا هلا كمان هلا انا قلت شو حامل بيت للارانب اللي عندي. هذا طبعا بوكس هنعمل فيه البيت علشان نعمله هلا قد ممكن سهل يعني. شوي رمل عشان يحبوا الرمل. الأرا كل الأرانب اللي بالعالم يحبوا الرمل. لا كثير رمل أحسن الأرض عشان برأس شو نمسج علي قرمه خلصنا ونزل علي ما خلصنا الفيديو. ان شاء الله عجبكم. انتقمنا من النمل انتقمنا من كلهم. ان شاء الله عجبكم الفيديو. ان شاء الله استمتعتوا. ان شاء الله ايه 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 ان شاء الله خلص. يلا سلام.